الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الأدلة النبوية في القواعد أو أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية. انتهينا من الكلام على الأدلة المتفق عليها، وبلغنا إلى الكلام على القياس، وآخر الفروع التي نتكلم عنها الخاصة بالقياس والكلام على الكسر، الاعتراض بالكسر صحيح. الاعتراض بالكسر صحيح. هو الكسر عندنا بالنسبة للقياس هي من مسالك العلة، بالنسبة للكسر من مسالك العلة النقد والكسر، النقد والكسر. فالكسر هو أن يتواجد مثلا الحكم ولا توجد العلة، أو لا تتواجد العلة ويوجد الحكم. احنا قلنا بأن أصل صحة القياس دوران الحكم مع العلة، حيث دارت وجودا وعدما. طيب، الحديث الذي فيه أن اعتراض بالكسر صحيح، يعني الكسر ناقد أي قادح من قادح القياس، الكسر قادح من قادح القياس. حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار، فشق ذلك عليهم، يذهب إلى أناس ويترك أناس، فقالوا: يا رسول الله، تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن في داركم كلبا. قالوا: فإن في دارهم سنورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السنور سبع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السنور سبع. فقالوا: هذا الحديث دلالة واضحة جدا على الكسر، الاعتراض بالكسر، لأن السلام كان يذهب إلى دار فلان ويترك دار فلان، فلما سألوا: لما تترك دارنا وتذهب لدار فلان؟ قال: لأن في داركم كلبا. قالوا: وفي دارهم سنور. فهم سووا بين الكلب والسنور، سووا للحاجة يعني. فالنبي سلام فرق بينهم، فرق بينهم بينهم، بأن النبي سلام قال أن السنور، قال عنها إيه؟ ليست، إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس. الحق عشان نفصل في هذه المسألة، مسألة مهمة جدا، مسألة القوادح من قوادح القياس. العلماء يقولون لا فرق بين الاعتراض بالكسر أو بالنقد، لا فرق بين الاعتراض بالكسر أو بالنقد. النقد هو نقد العلة، إن الحكم يتواجد دون العلة، الحكم يتواجد دون العلة، هذا معنى النقد، تنتقد. طيب، و لبعض العلماء من المتقنين المحققين كالأمدي وغيره يقولون الكسر يفارق النقد، فالنقد كسر أو قادح في العلة، وأما الكسر قدح أو قادح في الحكمة لا في العلة. لتوضيح ذلك، السفر علة القصر، هم قالوا لرفع المشقة، فأباح الشرع القصر، وأباح الشرع أيضا الجمع، وأباح الشرع أيضا الفطر. طيب، لرفع المشقة. هو قد يعترض عليهم هنا الآن بإيش؟ هنا يقولون أنتم الآن المسألة عن المشقة، يقولون طب المشقة موجودة في من يعمل فرانا أو يعمل بعمل شاق جدا كحمل الأثقال، واللي هو تسمونه الآن اللي بيعمل فاعل مثلا، فهذه أعمال شاقة جدا، فمعها ممكن يكون الفطر والقصر والجمع، فاعترضوا عليهم بذلك، قالوا إذا هذه المشقة. فالحق أن الاعتراض كان مردودا بأن علة السفر، علة القصر سفر بمشقة، سفر بمشقة، وقالوا والسفر مظنة المشقة، يبقى أصل العلة في ذلك هو السفر، فهنا وجودا وعدما، طردا وعكسا، سفر يقتضي الجمع والقصر والفطر، وإن كان في الحضر فيه مشقة فوق مشقة السفر فإنه لا يتواجد الحكم. مفهوم؟ العلماء يقولون التفريق بينهم التفريق وجيه. في أحد يعرف التفريق الوجيه؟ مع أن هذه مشقة في الحضر. ممتاز. هو يقولون المسألة قريبة من ذلك، يقولون بأن أنت لو نظرت تحتجد أن الحضر يمكن أن تزال به المشقة أو تزال عنه المشقة، الحضر يمكن أن تزال عنه المشقة. مفهوم؟ وأما السفر لا مظنة السفر المشقة، في كل سفر فمظنته المشقة، أما الحضر قد يترك العمل ويذهب ينام في بيته ساعة ويرجع ويستأذن من صاحب العمل
أوقات معينة. فزوال المشقة في الحضر أقرب من زوالها فين؟ في السفر. لذلك قد افترق. الحق بأن التفريق هذا تفريق صحيح، وأن الكسر كان قلنا من قواعد الحيلة، الكسر يعني يختص بالحكمة، والنقد يختص بالعلة. وبهذا نكون قد انتهينا من الأدلة المتفق عليها. انتقل المصنف إلى الكلام على الدليل، الأدلة المختلف فيها. والأدلة المختلف فيها هي أدلة ثمان، أدلة أدلة ثمانية. الدليل الأول قول الصحابي، الدليل الثاني شرع من قبلنا، الدليل الثالث الاستصحاب، الدليل الرابع العرف، الدليل الخامس سد الذرائع. العرف أيضا من الأدلة المختلف فيها، سد الذرائع من الأدلة المختلف فيها، الاستحسان من الأدلة المختلف فيها، الاستقراء من الأدلة المختلف فيها، وأيضا المصالح المرسلة. الدليل الأول المختلف فيه ده قول الصاحب، قول الصاحب مختلف فيه. وطبعا عندنا أولا أحاديث تثبت حجية قول الصاحب، وذلك قال قاعدة قول الصاحب حجة، قول الصاحب حجة أو قول الصحابي حجة. الحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وهذا لا أصل له، لا يصح، باطل هذا الحديث. حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب، فجعل الأصل في ذلك هذه القرون الخيرية. أيضا حديث أصحابي أمنة الأمة فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، هذا في صحيح مسلم، فهذه دلالة على تزكية هؤلاء الصحابة، فإذا فهم حجة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل أصحابي في أمتي كمثل الملح في الطعام، لا يصلح الطعام إلا بالملح، وهذا حديث فيه كلام، هذا حديث فيه كلام، وإن كان بعض العلماء يحسن إسناده. حديث لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد أو مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وكلها أدلة تدل على فضيلة الصحابة. حديث إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، وهذا الحديث رواه الحاكم وأيضا من أبي عاصم في السنة، وحديث إسناده ضعيف. وحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وحديث أيضا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. أولا لابد أن نقول في هذه المسألة ونثبت ببعض القرائن، الصحابي من الصحابي، بعض المعاصرين ممن ألف في أصول الفقه يقول الصحابي كل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وطالت صحبته معه، يعني ما قال أنه هو صاحب إلا هذا القول، ما قاله إلا أبو المظفر السمعاني أو غيره ما أذكر الآن، هذا الذي قال بهذا القول، هذا قول ضعيف جدا، هذا قول شاذ. الصاحب على ما اتفق عليه المحققون بأنه كل من لقي النبي، لقي النبي يعني أصلا يبقى في لقاء بينه، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصاحب، ده تعريف الضابط للصاحب. وإلا في خلل عندما يعرف ويقول كل من رأى النبي، فهذا خلل في التعريف، لما لأنه سيخرج بذلك البصير الذي لا يستطيع أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لا يكون صاحبا. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات مؤمنا على ذلك، والعلماء يزيدون في التعريف ولو تخلل ذلك الردة، هذا هو الصاحب، هذا هو الصاحب. وقول الصاحب حجة أو غير حجة هذا خلاف عريض بين العلماء. عامة الصحابة كلهم زكاهم الله تعالى في كتابه وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى آخر الآية. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الإمام مالك حتى يحتج بهذه أن سب الصحابة كفر بهذه الآية ليغيظ بهم الكفار. وأيضا قال الله جل في علاه إن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أمنة النجوم أمنة للسماء، وقال وأنا أمنة الأصحاب فإذا ذهبت النجوم أتى أصحاب ما يوعدون، وأنا أمنة أتى الأمة ما توعد، وقال النجوم أمنة السماء
فذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وقال وأنا أمنة لأمتي فذهبت أنا أتى أمتي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي أو أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. فرهن الله جل وعلا يعني نجاة الأمة وطوق نجاة أن فيهم الصاحب، لا سيما أن الأحاديث في الصحيحين أن سلم قال بأنه يقول هل فيكم من صاحب؟ قال تغزون فيفتح لكم، وانظر إلى كرامة الفتح، فيفتح لكم، فيقال فيكم من صاحب نبي فيقولون نعم فيفتح لهم، فيكم من صاحب من صاحب نبي، فيكم من صاحب من صاحب من صاحب نبي، ثلاثة الشك في الرابعة لكنها وردت، فكان الفتح بوجود وببركة وجود الصحابة معهم. لكن أصوليا حقا المسألة فيها خلاف وعر، أقوال كثيرة في مسألة حجية الصاحب، لا سيما أن كثير من المعاصرين مثل الشوكاني والشوكاني ومن يعني تكلم بكلامه كصديق حسن خان إلا ما أكون وهما، يقولون بأن قول الصاحب ليس بحج، لأن الله تعالى لما قال قال وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا من كلام الشوكاني في الإرشاد، احنا نشرح إن شاء الله إرشاد الفحول، يعني هو أصلا متأثر يعني قال ذلك متأثرا بابن حزم، كثيرا ما يتأثر بابن حزم، هو نفسه قد قال قولا فصلا في هذا الباب لما قال عز الزمان يأتي بمثل إيش؟ بمثل ابن تيمية ومثل ابن حزم، هو يرى ابن حزم هذا عجوبة الزمان، هو حقا ابن حزم كان فحلا ولكنهم كانوا يرون بأن قول الصاحب غير بحجة. إذن عندنا أقوال ثلاثة، نختزل الأقوال الكثيرة في الكلام على حجية قول الصاحب في أقوال ثلاثة، قول يقول قول الصاحب حجة مطلقا، وهذا قول الجماهير من الفقهاء والأصوليين، وهو قول الشافعي في القديم، وهو قول أيضا للمالكية، قول للمالكية، ولذلك ابن القيم نفى أنه حجة مطلقا، نقول حجة ولا مش حجة؟ حجة مطلقا نعم، ولذلك ابن القيم أخذ ينافع عن هذا القول ونفاه عظيما، قال هذا اتفاق الأئمة على ذلك، الأئمة الأربعة اتفقوا على هذا بأن قول الصاحب حجة، ومنهم من نقل إجماع وليس إجماعا بحال من الأحوال. القول الثاني مقابل القول الأول، ليس بحجة مطلقا، ليس بحجة مطلقا، هذا كما قلنا انتصر له ابن حزم، وهو قول الشافعي في الجديد، وهو قول أيضا المالكية، وقد قال به بعض المتأخرين، قالوا قول الصاحب ليس بحجة مطلقا، وهذا لهم وجهة كما سنبين الأدلة. والقول الوسط التفصيل، والتفصيل فيه تفصيل، والتفصيل فيه تفصيل، نأخذ الأدلة وبعد ذلك نأخذ إلى التفصيل. أما من قالوا بقول الصاحب حجة مطلقا قالوا بكل هذه الأدلة التي ذكرناها بفضل الصحابة الذي قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي أمنة لأمتي فذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد، وأيضا قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس، أول الناس دخولا في ذلك هم الصحابة رضوان الله عليهم. إذن فقول الصاحب حجة هذا قول القول الأول، وقول كما قلنا الأئمة الأربعة، وانتصر له ابن القيم انتصارا عظيما في إعلام الموقعين. والقول الثاني الذين قالوا بأن قول الصاحب ليس بحجة، عمدتهم في ذلك أثر ونظر، أما الأثر فقد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا، وأيضا قد يحتج لهم بحديث معاذ الذي لم يصح اللي فيه شذوذ، قال بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله، قال ثم فإن لم ترد؟ قال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم ترد؟ قال أجتهد رأي، ولم يقل قول الصاحب، لم يقل قول الصاحب، أبحث عن صاحب من صحابتك فأخذ بقوله. وأيضا يحتجون على ذلك بأن الله جل في علاه قال وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قالوا هذه آية نص بأننا ما لم نلزم إلا بالأخذ بهذا النبي صلى الله عليه وسلم بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ومن النظر؟ قالوا فإنه يعتري الصحابة الوهم والغفلة والنسيان وعدم العلم في بعض الأمور وعدم إتقان المسائل، فهم بشر كالبشر ولا عصمة لهم، ونحن مأمورون باتباع المعصوم. هذه حجة من قال بأنه ليس بحجة مطلقا. والحق أننا عندنا سنبين حتى في مسائل تكلم فيها الصحابة وهي تخالف القرآن فلا نأخذها، لا نأخذ بها، وإن كانت أصالة لم يخالفهم أحد من الصحابة وليس إجماعا سقوطيا لأنه خالف ظاهر القرآن. فعامة هذا بالنسبة للقولين المتقابلين. القول الثالث قول التفصيل، أما في التفصيل فقال اتفاق الأئمة الأربعة حجة ملزمة، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قالوا إذن هو الله تعالى أمرنا باتباع سنتي، وسمى ما أتى به الأئمة الأربعة بأنها سنة،
وقد يفرق وقد يجمع، لكن ظهر الحديث أنه يجمع، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد، بل وأمر وعضوا عليها بالنواجد، ثم قالوا وإياكم ومحدثات الأمور. يعني من خرج عن قول إما الأربعة الخلفاء الراشدين هذه من محدثات الأمور، هذا الذي يفهم من الحديث، قال وإياكم من محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا الذي يقال في هذا الباب. إذن عندنا القول الصريح في هذا الباب أنهم قالوا حديثنا السلام عليكم سنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليه بالنواجذ. القول الثاني قالوا بأنه قول أبي بكر فقط حج، لأن أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره عليهم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وأيضا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه وأعلم الصحابة، وخفي عن كثير من الصحابة المسائل التي اختلفوا فيها فكانت عند أبي بكر، فأبو بكر يقدم على الجميع. وبعضهم قال لا، بل اتفاق الاتفاق أبي بكر وعمر هو الحجة فقط، واستدلوا على ذلك بقول سلم عن أبي بكر وعمر هما السمع وإيه والبصر، وقال النبي سلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، هذا أيضا ظاهر جدا عن الكلام على الحس على اتباع أبي بكر وعمر. هذه الأقوال الأربعة كما قلت لكم ابن القيم وابن تيمية ينتصران انتصارا عظيما لأن قول الصاحب حجة، والذي أدين الله به أن قول الصاحب ليس بحجة إلا إذا اقترن بقرائن، قول الصاحب ليس بحجة إلا إذا جاءت قرائن محتفة تقوي. من هذه القرائن أن أبا بكر مثلا يتكلم بهذا القول والصحابة لا يخالفه أحد فيه، فيكون من بثابة الإجماع السكوتي أيضا، وأن يكون قول الصاحب يتفق مع حديث مرسل، أو قول الصاحب يتفق مع آيات من آيات الله جل في علاه على أحكام معينة لا يخالفها، فإذا القرائن المحتفة تثبت لنا حجية قول الصاحب، وإن كنا نقول أقرب أقوال الصحابة للحق هو أبو بكر وعمر اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. وإليكم الأمثلة، مثلا لو قلنا في هذه الأمثلة الاعتماد على قول الصاحب فيها، مثلا عموم حرمة البيع قبل القبض، هذا الأصل فيها مع بعض الأدلة التي ظاهرها صحة هذا القول هو قول الصاحب، وهذا يتعاضد بقرينة أخرى في ابن عباس رضي الله عنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، فهو قال من ابتاع طعاما، وكان النص قد جاء خاصا في الطعام، فجاء النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما، جاء ابن عباس فقال ولا أحسب كل شيء إلا كالطعام، يبقى الحديد الرصاص النحاس الذهب الفضة كل ذلك ينزل منزلة الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه، قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا كالطعام، هذا قول صاحبه الآن، وهو يوافق صراحة ظواهر الحديث والأثار، قد جاءت الحديث والأثار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لما سأله قال لا تبع ما ليس عندك، قال من ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، من ابتعت شيئا إيه إن ابتعت شيئا أو ابتعت لو ابتعت شيئا إن ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، إن ابتعت شيئا هذا نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، فيتدور الأمر ينزل تحت الحديد ينزل تحت الرصاص ينزل تحت أيضا الطعام، فهذا خلافا لمالك، فالغرض المقصود أنه يقوي قول الصاحب الظواهر فنأخذ به، فهنا الصاحب هو الذي قال بأن كل بيع ينزل منزلة الطعام. من ذلك أيضا مثلا في قول ابن عباس وأبي بكر رضي الله عنهما في مسألة اللواط الذي يفعله فعل قوم لوط، ابن عباس ورد عنه أنه قال يلقى من شايق بعيد ويرجم بالتجارة، هذا من قول الصاحب بالحجارة، وهذا من قول الصاحب أيضا الذي أخذوا به أن عبد الرحمن بن عوف لما سأل واستشار الناس عمر الخطاب اشتد الشرب في الناس وشربوا الخمرة وتسهلوا فيه، فقال أرى أن من شرب قد علي قال رضي الله عنه قال أرى أنه إن شرب هدية وإن هدية افترى وحد المفتري 80 اجلده 80، وهو قول صاحب، هذا من قول الصحابة، وهناك من أقوال الصحابة التي يمكن أن تأخذ بها إن لم تكن قرينة أو كانت القرينة مخالفة هو ما قاله مثلا عبد الرحمن بن عوف وابن عباس، ولم نجد أحد خالف أيضا في ذلك، ابن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس قال قولا فصلا، قال بأن من إذا طهرت المرأة الحائط، إذا طهرت المرأة الحائط بعد العصر فعليها الظهر والعصر، فعليها الظهر والعصر، هذا قول الصح، وده احتج به الجماهير على
أنها عليها الظهر والعصر، صحيح ولا لا؟ طب هل هذا يوافق ولا يخالف؟ ابن عباس يقول المرأة إذا طهرت بعد العصر عليها الظهر والعصر وجوبا، تصلي الظهر والعصر. وابن عبد الرحمن عوف قال ذلك أيضا. احنا قلنا هنا لو قلنا بقول الصاحب لم نرى لهم مخالفة، والجماهير قالوا بذلك. الجماهير قالوا المرأة إذا طهرت بعد العصر، والجمهور يقولون بذلك، وعندهم الدليل هو قول الصاحب ولا مخالفة له. احنا قلنا ان الترجيح في قول الصاحب حجة ان وجدت القرآن تثبت تقوي هذا المنهج. فين وجد دلالة؟ يعني في ايش وجه الدلالة؟ لا حول ولا قوة. وجه الدلالة، انت من 10 سنين مدرس صبرين، كلامك ممتاز، بس اريد وجه الدلالة. نعم الوقت واحد اهو، هو ده نفس كلامك، بس انت تقول ان هو وقت واحد، هذا وقت عذر، يعني يجتمعان. فقالوا هذه القرينة الأولى أن هو إيش؟ أنه وقت عذر، فقالوا بإذن أنا موافق، ولكن الأهل التحقيق قالوا لا، وهذا مخالف، لأن عندي حديث عن السلام قال من أدرك صلاة العصر، من أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك العصر. طب وين وجه الدلالة في هذا الحديث؟ احتج بحديث، احتج هم قالوا قول الصاحب هنا القرينة لا تثبته، لا تقويه. من أدرك ركعة من بعد صلاة، من أدرك من صلاة العصر فقد أدرك العصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. من للعموم ينزل تحته الكبير والصغير والمسافر والحضر والحائض والطاهر. يبقى من نزلت تحتها المرأة الحائض التي طهرت وتكون وطهرت قبل المغرب بركعة، فلو كان عليها الظهر لقال سلم وعلى الحائض الظهر والعصر. ما أدري اتفهمت يا محمد أنور؟ مفهومة؟ ما قلت فين أنت؟ المهم الإجابة تفق. حسام كانت موجودة؟ كانت موجودة الحمد. أي مفهوم لازم يوسع، أي مفهوم. طب هات فهمها لي من المفهوم، هات من المفهوم تفضل. ماشي فين اللي احنا عايزينه؟ مش موجود. لا يمكن ان يفيدك ذلك الا ان تقول بالتعميم، لانه سينزل تحته من؟ سينزل تحته الحائض التي طهرت بعد ايه؟ بعد العصر. فلو كان يلزمها الظهر لقال والحائض تصلي الظهر وايه؟ والعصر، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالأصل في وجه الدلالة في ذلك التعميم بقوله من نزل تحته المرأة الحاضرة طهرت والمرأة الطاهر، وأيضا الرجل من أدرك ركعة قبل غروب الشمس، وأيضا الآيات التي أثبت اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل براءة الذمة، والأصل عدم انشغال الذمة بشيء. وأما ما قالوه بأنه وقت عذر، قلنا لا عذر لها، هي تركت الصلاة ائتمارا بأمر الله جل في علاه، هي لا يجوز لها أن تصلي حالة كونها حائضا. فهذا من باب قول الصاحب الذي يمكن أن يرد. هناك أمثلة كثيرة جدا على قول الصاحب، لكن هذا فقط نعطيه أمثلة حتى يفهم المرء التطبيق في هذا الباب. الدليل الثاني إذن قول الصاحب أنا دين الله، قول الصاحب إما إن لم أقل بأن قول الصاحب فقط الحجة هو في قول الأئمة الأربعة اللي هو الخلفاء الراشدين، قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وطبعا لو اختلفوا كما قال الشافعي اختلف أبو بكر يقدم ثم عمر ثم عثمان ثم علي بهذا، إلا إذا كانت في أحوال خاصة كمثلا في القضايا القضاء. طيب القضاء عليه يقدم في هذا الباب لأن السلام قدمه، فإذن هو يقدم، يعني إذا كانت والتخصيص لا يعمم، تخصيص لا يعمم. من الأدلة المختلف فيها أيضا شرع من قبلنا، من الأدلة المختلف فيها أيضا شرع من قبلنا. والقاعدة هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ شرع من قبلنا شرع لنا؟ هذه مسألة يعني طويلة الذيل صراحة. شرع من قبلنا شرع لنا، هناك أدلة تبين لنا أنه شرع لنا، وأدلة تقول أنه ليس بشرع لنا. فيا ترى ما الصحيح في ذلك؟ انتهينا من قول الصاحب عشان حتى تعلم بأنه قول الصالح الصاحب يكون ملزما لك أو غير،
ملزم، كان كما قلنا في القول القديم للشافعي والمالكيه يقولون بانه ملزم وانه حجه، واتفاق الائمه الاربعه هو ليس باجماع لكنه حجه ملزمه، لكنه حجه ملزمه ما دام لم يخالف الكتاب. هو لا يخالف الكتاب بحال من الاحوال، لان سلم جعله سنه، وهذا ايضا يجعلك تقول للناس لمن يناظرك على مساله الاذانين بعد في صلاه الجمعه، فهي سنه عثمان، لا تستطيع ان تبدع احد يفعل ذلك بحال من الاحوال. عامة شرع من قبلنا هي الاحكام الفرعيه التي لا بد ان تقول شرع من قبلنا، لا تدخل فيه الاصول والتوحيد، لان اصول التوحيد في كل الامم واحد، الدين في كل الامم هو الاسلام. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ توفني مسلما والحقني الصالحين. أيضا عندما قال موسى عليه السلام لما قالوا على الله في الآية الأخرى قال إن كنتم مسلمين، فالغرض المقصود ما من نبي إلا وبعث بالإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد عقيدتهم واحدة، الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى. فالكلام هنا ليس أصول الدين، الكلام هنا على الأحكام الشرعية. شرع ما قبلنا هي الأحكام الفرعية، صلاة، صوم، طهارة، زكاة، يعني كل هذه المسائل الفرعية التي يتعبد بها لله جل في علاه. يستدلون بحديث بما تقضي، حديث حذيفة قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال في السنة، فإن لم تجد قال إيش؟ أجتهد رأيي، ولم يقل شرع من قبلنا، فيحتجون به أنه ليس بشرع لنا، لأنه لم يقل شرع من قبلنا، ولو كان واردا لقاله وأقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لنبهه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الاستدلال مهدوم من أصله، لأن هذا الحديث لم يصح. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فوجده ورآه، نعم شيء، أنا لسه ما قلتش القول الأول القول الثاني نسير، خلينا نتكلم أدلة بعدين نتكلم فيها، صح ولا لا؟ بعدين نتكلم. طيب قال حديث لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب وهو ياخذ التوراه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني، ما وسعه. وده الحق ان هذا في اصول الدين في هذا الباب، وهو ايضا ان اي نبي في وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم لابد ان يتبع، لقول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق نبينا لما أتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا دلالة واضحة جدا، ولذلك يستدلون بهذا بهذه الآية استدلالا عظيما على أمر جلل. إيش هو يا شيخ صبري؟ ممتاز، ده انا بأتيك بيه عشان هذا مشهوره جدا. لو الخاضر كان حيا وقت النبي صلى الله عليه وسلم لكان ايه؟ لكان لزاما له ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا الحديث من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها، فان الله تعالى قال اقم الصلاه لذكري، هذا احتجاج بانه شرع لنا، لان هذه الايه نزلت على من؟ على موسى عليه السلام. معي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، في الرواية قال لا كفارة لها إلا ذلك، ثم قرأ قول الله تعالى جل في علاه أقم الصلاة لذكري. هذا كلمن؟ هذا كلام لمن؟ لموسى عليه السلام. فهذا دلالة على شرع من قولنا شرع لنا، لأنه احتج بما نزل على موسى أقم الصلاة لذكري. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم رجم النبي اليهوديين الزانيين، رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين الزانيين، وهذا الرجم كان في التوراة، ولذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اتوا هذا النبي فان اتاكم بما تحبون فخذوه والا فاحذروا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون حد الزنا عندكم؟ قالوا يحمم يجلد ويحمم ويفضح، يعني يكون مقلوبا على الحمير اجلكم الله ونسعى بهم امام الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بالتوراه، فاتوا بالتوراه فاتلوها، فجاءوا بالتوراه فقال اقرا، وهو يقرأ وضع يده على آية الرجم، فأخذ عبد الله بن سلام ضرب على يده قال ارفع يدك لكع، لكع يعني لئيم، ارفع يدك لكع، فلما رفع يده قرأ آية الرجم فأخذه بن سلام فرجمهما، قالوا هذا من كتاب من كتابهم. أنا سأبين أدلة أخرى أيضا في ذلك الباب على قول من شرع من قبلنا هو شرع لنا أم لا، المسألة مشتبكة وفيها خلاف بين العلماء. أقول إخوتي الكرام هذه المسألة لابد أن تحرير المقام في هذا الباب، أن نقول شرع من قبلنا له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى شرع من قبلنا ما يوافق شرعنا، يوافق شرعنا كإيه؟ الصلاة، الصوم،
قال الله جل في علاء أقم الصلاة لذكري، هذا شرع لنا وقولا واحدا بالإجماع كالصيام. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فإذا هذا أيضا شرع لنا بالإجماع. الثالث اضربوا لنا مثلا، ما في القصاص شرع لنا أيضا يوافق شرعه. طيب وشرع يخالف شرعنا، شرع يخالف شرعنا، جاء شرعنا بمخالفته، هذا قولا واحدا بالإجماع ليس شرعا لنا. يبقى الأول بالإجماع شرع هو شرع لنا، الثاني بالإجماع ليس شرعا لنا. كإيش؟ زوج الأخت ده في أي في أي شرع بقى؟ في شريعة آدم؟ ها؟ سيب احنا الكلام عن شرائع تأتت بعده. التماثيل صحيح، التماثيل كما قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوار. أيضا شرع من قبلنا ده كثير جدا يا إخ والله، دي الغنيمة، الغنيمة كما قال كان يوشع بن نون لما ذهب ونظر للشمس هو مأمور أن يفتح قبله قبل أن تغرب الشمس، فنظر الشمس ووقت الوقت ضاق عليه، شو منظر ما فعل الله له من نبي من الأنبياء بني إسرائيل. نفس السلام كان يقول بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، مات نبي يخلفه نبي، فنظر الشمس قال أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا حتى تفتح، فحبسها الله له. والله يفعل الله لكم الأفاعيل إن صدقتم وتبنا جميعا توبة نصوحا لله جل في علاه، وتجردنا لله دون الهوى والتعصب، والله الذي لا إله إلا هو، إن بإذن الله نصل إلى ذلك. الغرض المقصود فإن هذا القمر الشمس حبسها الله تعالى حتى فتح الله على يوشع ابن نون. ابن نون ودخل بعدما دخل كان من دأبهم أن يجمعوا الغنائم جميعا، وتأتي نار من السماء فتأكل هذه الغنائم، فجاءت النار فلم تقبل الغنائم، قال فيكم الغلول يبايعني كل رجل من قبيلة، فكل رجل من قبيلة يأتي يبايعه حتى بايع رجل من قبيلة فالتصقت يده بيده، قال فيكم الغلول يبايعني كل رجل منكم في هذه القبيلة، يبقى القبائل الثانية ما فيها الغلول، فذا الثاني يبايعه فالتصقت به، والثالث التصقت به فقال فيكم الغلول، فوجدوا رأس كالبقرة من الذهب، وأتوا بما غلوا من الذهب فوضعوها في الغنائم، ثم جاءت النار فإيش فكانت حراما عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها قال وكانت الغنائم لم تحل لنبي قبلي وحلت لنا، يعني الله تعالى رأى ضعفنا فأحل لنا الغنائم. أيضا من ذلك الطهارة، طهارتهم فيهم الآثار، كان يعني بنو إسرائيل كانوا إذا وقعت النجاسة في ثوب أحدهم لا يطهرها إلا بالقرض بالمقاريض بالقص، وهذا فيه إفساد للثوب أصالة. شوف انظر سبحان ربي العظيم. وأيضا كان العاصي إذا عصي ربه جل وعلا يكتب أمامه الباب على المعصية، اللهم لك الحمد على سترك علينا يا رب العالمين، اللهم لك الحمد على سترك علينا يا رب العالمين، تكتب. وهذا كل هذا ليس عندنا بفضل الله جل في علاه. فكانوا يقولون بالمقاريض الطهارة. طيب وأيضا المرأة الحائض كانوا لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجتمعون معها في مكان، وعندنا فضل الرفع على الماء يطهر كل شيء، ولم يكن الماء فايش فالحجاره فالتراب، هل التراب يطهر نجاسه الثوب كما كالاستنجاء قال به بعض العلماء. الغرض المقصود انه قد ازال الله عنا هذه الاثار. وايضا من ذلك ما هو شرع ما كان من شرعهم ليس شرعا لنا، الايش مش السكوت في الصوم ليه؟ ما سمعت سجود غير الله، يعني في شرعهم في سجود غير الله؟ يعني بالله عليكم هيشرع لهم سجود؟ بالله عليك شوف بص ينفع كده؟ لا انت تقصد سجود التحية، ما يهمك هم كحنا نعتذر لك اهو مبين لك سجود التحية، يعني كانوا سجود التحية، وسجود التحية الحمد لله ليس عندنا، هو ليس سجود عبادة، لكن انت اصلا لما قلت ايش؟ طيب خلاص احنا اهو بنعتذر لك سجود التحيه، هو منسوخ عندنا لان سعد بن معاذ لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسجد له قال ماذا تفعل؟ قال رايت كسر وقسر، قال لا لو كنت امنا احد انزل احد امرت المراه ان تسجد لزوجها. هذا القسم الثاني اجماع انه ليس شرعا لنا. الثالث هو الخلاف والنزاع فيه، هو ان ياتي شرعنا يذكر لنا احكاما في شرعهم ثم يجعلها مرسلة،
يعني ايه مرسله؟ يعني لا معتبره ولا ملغاه، يجعلها مرسله لا معتبره ولا ملغاه، يعني لم ياتي الشرع من عندنا بانكارها ولم ياتي ايضا من شرعنا باعتبارها. فهل هذا شرع الله ام لا؟ هذا هو ايش؟ هذا هو الخلاف. الخلاف طبعا يعني جمهور العلماء يرون بان شرع ما قبلنا شرع لنا، لا سيما ان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، والمح بعض الشافعيه بذلك، ان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان يحتج بشرع ما قبلنا في امور ومسائل. قرأ سوره صاد حتى بلغ الى قول الله تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا ثم اناب، فخر راكعا او ساجدا، يعني ساجدا سجد لله جل في علاه، وبعدما سجد قرأ قول الله جل في علاه: فبأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فالله تعالى أمره أن يهتدي بهداهم ويقتدي بهم. فإذا قالوا إذا هو شر من قبلنا شر لنا. وأيضا احتجوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكرها. ثم احتج بقول الله تعالى: أقم الصلاة لذكري. وأيضا القصة المشهورة في الصحيح بأن الربيع كسرت سن ثانية جارية، فجاء القوم فقالوا القصاص، فجاء أنس بن النضر عم أنس بن مالك فقال: يا رسول الله أتكسر ثانية الربيع؟ لا والله لا تكسر سن الربيع. قال: يا أنس كتاب الله القصاص، يا أنس كتاب الله القصاص، يا أنس كتاب الله القصاص، ولا تجد القصاص في السن قط إلا في التوراة، اللي هو في آية التوراة، يعني الآية التي قال الله تعالى: أن أنزلنا التوراة فيها نور، ثم قال: وكتبنا عليهم فيها. ما في قصاص في السن إلا بهذه الآية. قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بنفس إلى أن قال: والسن بالسن والجروح قصاص. فإذا هنا أن الاحتجاج على أنس بن النضر كان احتجاج بشرع من قبلنا، فلذلك والله تعالى أمره أن يقتدي ويهتدي بمن قبله من الأنبياء. ففيها دلالة واضحة جدا على أن شرع من قبلنا شرع لنا. هو الحق بأن نقول يعني من جهة النظر لا يذكر الله أحكاما في الكتاب هكذا فقط للذكر، لا، لابد لها من فائدة وفوائد عظيمة مع التلاوة، ومنها أنها أحكام يلتزم بها المرء، إلا ما جاءت القرائن تثبت أنه ليس من شرعنا فهو ليس من شرعنا ولا نأخذ به. وهناك أدلة كثيرة جدا على هذا، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير الجزاء.